قدر فجأة بمساعدة المخرج محمد سامي إنه يبقى جان وفتى أحلام البنات، والراجل اللي كل البنات بيتمنوا إنهم يحبوه ويتجوزوه. هما هيلاقوا أحسن من كده فين؟ وعلى عكس المتوقع بقى هو جان رمضان 2024. عماد زيادة، أو زي ما اتشهر في موسم رمضان باسم ياسين الألفي، قدر إنه يبقى ليه معجبات من البنات ملهمش عدد، وده بعد الدور اللي قدمه في مسلسل نعمة الأفوكاتو مع مي عمر وأحمد زاهر، وده بسبب إنه كان العوض ليها بعد اللي عمله فيها جوزها ومرمطته ليها. وقدر حسن الألفي إنه يعوضها عن كل اللي شافته في حياتها، ومع ارتباط الجمهور بيه قدر يبقى هو الكاريزما والراجل اللي بتحلم بيه كل البنات. ما هو إشمعنى يعني نعمة؟ وكل البنات برضو ينوبها من الحب جانب. بس عماد زيادة بقى اللي أعمال محمد سامي في السنين الأخيرة قدرت تخليه نجم والناس تشاور عليه، وكانت عاوزة تعرف هو مين وجه منين. كان قافل على نفسه جدا ومحدش يعرف عنه أي حاجة، ولا عن حياته ولا أسرته، ولا هو أول مرة يمثل ولا كان بيمثل قبل كده. وعشان محدش يعرف عنه حاجات كتير، تعالوا بقى أقول لكم حكايته إيه. عماد زيادة عنده 49 سنة ومش أول مرة يمثل ولا حاجة، بالعكس تمام. ده أول مرة وقف فيها قدام شاشة كان مع الزعيم عادل إمام. فاكرين الشلة اللي كانت مع عادل إمام في فيلم أمير الظلام اللي كانوا في دار المكفوفين؟ أيوة، اللي كان منهم خالد سرحان، دنيا عبد العزيز. عماد زيادة بقى كان واحد منهم برضو. كمان ما كانتش أول مرة اللي شارك فيها عماد زيادة مع عادل إمام، لأ، ده شاركوا كمان مسرحية بادي جارد، ومع بداية الألفينات بدل ينتقل من دور للتاني. بس ما كانش فارق معاه قوي الانتشار على قد ما يقدم دور حلو. شفناه في أدوار صغيرة في أعمال زي العشق والدم، المشخصاتي، السفارة في العمارة، سكة الهلالي. حاول يكتشف نفسه كمان في أدوار كوميدي زي بوحة وست كام العيادة وماما في القلب ومبروك أبو العالمين حمودة. بس عادل إمام كان ليه في حياته محطة خاصة، وده لأنه تقريبا شارك في أغلب الأعمال اللي قدمها الزعيم في السنين الأخيرة زي العراف وأستاذ ورئيس قسم. ده يعتبر السي في بتاعه كله شغل مع عادل إمام، يعني يا بخته حد يطول يشتغل كل ده مع عادل إمام. عماد زيادة رغم كل الشغل ده إلا إنه بيعتبر إن محمد سامي هو اللي لمع معاه لما شاركه في أعمال كتير، وتحول زيادة من مجرد ممثل لفنان مشهور الناس بتشاور عليه. مش بس كده، ده كمان السنة دي بقى جانل دراما، يعني عدى وهو شايف إن الفضل بيرجع لمحمد سامي اللي خلاه في مكان تاني، واللي بيتعامل معاه على إنه أخوه وصاحبه، مش بس مجرد اتنين شغالين مع بعض. ومن أخويتهم دي عماد زيادة شارك بجزء من أسطول العربيات بتاعته في مسلسل نعمة الأفوكاتو. العربيات اللي بيملكها ياسين الألف في المسلسل هي في الأصل بتاعت عماد زيادة، وسامي استلفها منه عشان يشارك بيها في المسلسل، وهو طبعا ما عزهاش عليه لدرجة حتى إنه مش عارف هو أخد منه كام عربية. أما بقى حياته الشخصية فبيحب يفصلها تماما عن الشغل، يعني محدش يعرف عنه غير إن عنده بنت اسمها لارا وولد اسمه يوسف، وهو ما بيحبش إنهم يتصدروا الأضواء لأن العلاقة بين الفنان والجمهور بتنتهي عند الشاشة، وعشان كده هو بعيد بأهل بيته عن أي حاجة. كمان مش بيظهروا معاه في أي مناسبات، بس مراته مش بتغير من مي عمر ولا حاجة زي ما ناس كتير قالت، وكانت فاهمة كده لأن هي عارفة كويس طبيعة شغله. عماد زيادة السنة دي كانت انطلاقة مختلفة ليه، ويا ترى هنشوفه في أعمال تانية تسيب بصمة فعلا مع الجمهور ولا هيعمل إيه؟ ده اللي هتحدده الأيام اللي جاية وبس.